بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع كتاب الله سبحانه وتعالى نعيش هذه اللحظات مع قوله تعالى في سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وتكلمنا في حلقة سابقة عن العلاقة بين السبب والمسبب، وأنها مبنية على الأغلبية والعادة، وأن الله سبحانه وتعالى يخلق الإحراق عند ممسة النار، ويخلق الشبع عند ممسة الطعام لمعدة الإنسان، ويخلق الرية عند ممسة الماء فم الإنسان، وهكذا. وأن العلاقة بين السبب والمسبب ليست حتما، لأن القائل بالحتم ينكر المعجزات، وإنكار المعجزات فيه إنكار للكتب التي نزلت من عند الله ولهدايتها. و هنا يقول ربنا سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن ما سوف نراه في هذا الأرض، في هذه الأرض، نرى وراءه خلق لله. وقلنا إن الإنسان لابد أن يستحضر المخلوقية، أن هذه الأرض مخلوقة، وهذه السماء مخلوق، وأنها مسخرة للإنسان، وأنها من عند الله، ولا يفقد شيئا من هذا. لأنه لو ظن أن هذه الأرض ليست مخلوقة وليست مسخرة وليست من عند الله لانحرف عن الصراط المستقيم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ثم استوى إلى السماء. وهذا غيب لم نره، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسه وما كنت متخذ المضلين عضدا. وما كنت متخذ المضلين عضدا. ولكنه هنا يخبرنا خبر الإيمان، خبر يؤثر في حياتنا وفي مناهج علمنا وبحثنا، يؤثر في طريقة تعاملنا مع الكون، وهو أنه سبحانه وتعالى استوى إلى السماء. والاستواء هنا معناه أنه ارتفع إلى السماء، وهذا يناسب ما عليه عقلنا من أن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا، في حين أن هذا العالم له ظاهر وله حقيقة. الظاهر أن عندنا تحت وفوق، تحت هي الأرض وفوق هي السماء، والسماء كل ما علاك، يعني حتى السقف يسمى سماء، السحاب يسمى سماء، المطر يسمى سماء لأنه يأتينا من جهة العلو. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه ولو كانوا غضابا. إذا نزل السماء بأرض قوم، يعني إذا نزل المطر، سمى المطر سماء لأنه يأتينا من جهة العلو. لكن حقيقة الأرض أنها كرة، وأنها تسبح في الفضاء حول الشمس، وأن الشمس تجري في مجرتها، فأين الفوق والتحت؟ وفوق ماذا وتحت ماذا؟ لا تعرف قبيلها من دبيرها، كما لا تعرف بداية الدائرة من نهايتها. فين بداية الدائرة؟ معرفش. فين فوقها وفين تحتها؟ انت باصص ليها منين الدائرة دي؟
الدايرة مكتوبة قدامك على الورق، يبقى ده يمينها وده شمالها، طب وبعدين فين فوق وفين تحت وكذا إلى آخره، فالمسألة نسبية. طيب بيقول ثم استوى إلى السماء، يعني ارتفع إلى السماء. نعم، يبقى إذن هناك قاعدة جليلة في فهم كلام الله، وهي أن الله قد خاطبنا بالظاهر أساساً بما لا يناقض الحقيقة، فكلفنا بالمشترك بيننا. إيه هو المشترك بيننا؟ الظاهر. إيه المشترك ما بين الجاهل والعالم، وبين الأمي والمتعلم، وبين البدوي والحضري، وبين الكبير والصغير؟ الظاهر، الظاهر المدرك بالحس المعتاد. كلنا شايفين ان الارض منبسطة حتى لو كانت كرة، كلنا شايفين الشمس تشرق من المشرق وتغرب في المغرب حتى لو كانت ثابتة. إذن فهناك قاعدة جليلة، وهي أننا إذا ما قرأنا القرآن فإن مستوى المعرفة الأولي فيه إنما يخاطب الناس أجمعين، أجمعين أجمعين، مؤمنهم وكافرهم، عالمهم وجاهلهم، ولذلك فهو يخاطبهم بالظاهر. طب والحقائق التي تظهر لنا إما بالمعقول وإما بالمحسوس وإما بالتجريب وإما بالاستنباط وإما الحقائق العلمية ألا يخالفها؟ قال طب وده شأن كلام البشر أن يخاطبهم، فإذ بهم يخاطبهم على مستوى معرفي يشمل جميع المتلقين فيما هم مشتركون فيه من إدراك الظاهر، ثم بعد ذلك لا يخالف في حرف واحد الحقائق التي يكتشفها الإنسان شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا فشيئا عبر تاريخه الطويل. هل هذا يمكن أن يكون من عند محمد؟ والله لو اجتمعت الجن والإنس بعلومهم، وعلومهم محدودة تزداد كل يوم، ما استطاع لسبب بسيط، وهو أنهم لا يدركون الغيب، ولسبب آخر وهو أنهم لم يحيطوا بكل العلوم وبكل المعلومات. ولذلك كلما اتسعت المعرفة لدى البشر كلما اتهموها بالعشوائي، إلى أن ينظروا إلى النظام داخل هذا الذي ادعوه عشوائيا أولا، فيقولوا لا ده الجزء ده خلاص فهمناه مش عشوائي، ده تبع النظام، وهكذا يحل هذا أن نؤمن بكلام ربنا سبحانه وتعالى. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ خسروا المبادئ الأولى الضابطة الرابطة للفكر المستقيم، خسروا الإيمان، خسروا بانحطاط المسلمين القيادة الفكرية المؤمنة المستنيرة التي كلما توصلت إلى الحقيقة وضعتها في مكانها ولم تزدد بها حيرة. دول الناس كلما ازدادت معلوماتهم كلما ازدادت حيرتهم، ودول الناس كلما ازدادت معلوماتهم كلما تيقن الإيمان في قلوبهم. هل يستويان؟ هذه القضية، القضية ليست هي تحصيل العلم، تحصيل العلم ده واجب، العلم وطلب العلم واجب على كل مسلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أول ما أنزل اقرأ، ده احنا عندنا حكاية العلم دي أساس من أسس الدين، ولكن
الحيرة التي تنتاب الإنسان كلما تعلم سببها أنه قد أخرج الله من منظومة فكره. والله سبحانه وتعالى هنا يردنا إليه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، جزء مرئي مدرك متفق عليه بين الناس، وجزء ينبغي علينا أن نصدق فيه ربنا سبحانه وتعالى قل صدق الله وهو بكل شيء عليم. كان يناسب دية وهو على كل شيء قدير، أنه خلق لنا ما في الأرض جميعا، أنه خلق لنا السماوات السبع، لكن ده فيها إشارة بقى هنا وهو بكل شيء عليم، أي أن هذه الآية تتعلق بالمنهج العلمي، بمنهجك في الإدراك، بمنهجك في تفسير ما حولك من الكون، وأنه قائم على الظاهر المشترك ولا يخالف، وفي نفس الوقت أي دوائر معرفية أخرى يكتشفها الإنسان عبر التاريخ البشري سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وكلما ازدادت المعلومات عند هذا المؤمن كلما ازداد يقينا، وعند غير المؤمن يزداد حيرة. وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.